اولا اول ما نبدا به هو نشكركم بعدا على هذه الاستضافه ديالكم، ونقول الاخوان في المغاربه المغاربه المقيمين بالخارج مرحبا بكم عندنا. واليوم حنا جينا عندكم ضياف من اجل تقديم هذه السهره ان شاء الله اللي غيكونوا فيها نجوم في الفن، في التمثيل وفي الغناء، في الموسيقى بطبيعه الحال. سهره خاصه من نوعها لانها حمله ثقافيه، ما موالفينش اننا كنعرفوا كنديروا حملات تنظيف، حملات من انواع اخرين، ولكن الثقافه اول مره، لانه فريمون كنحس وكنحسوا كاملين، وسورتو كمال كمال اللي هو المبدع ديال هذه الفكره هذه، اننا في حاجه، اصبحنا في حاجه للقراءه، للتعلم، لاننا نرجعوا للادب العالمي باش نهلو من هذاك الشيء اللي خلاوه هنا الاجداد ديالنا، ويمكن نقولوا اللي خلاوه البشريه كامله، لانه الا خدينا فقط موليير اللي مات هذه تقريبا فوق جوج القرون، باقي الان كنتمتعوا بهذاك الشيء اللي عطاو، مازال الاجيال المقبله غتتمتع منه. اذا هو ارث اللي ما يمكنناش نسمحوا فيه هكذا، وما يمكنناش نبقاو فقط مع لي بورتابل ديال ناو ولي زيمايل وميل، وولادنا ما ولاش كيقراو، ولات افه في المجتمع كامل، جميع المجتمعات كيعانيو منها. فكنظن هذه الحمله هذه من اجل اننا نقولوا واك عباد الله، ويفو فيغ اتونسيون اون بلوس، ماشي غير نقولوا للناس بداو تقراو وصافي غيقول لك وي وي وي، ولكن درنا حمله وغتكون مسابقه ان شاء الله اللي غدوز في التلفزيون، وغيشاركونا فيها 200 من المغاربه اللي متواجدين خارج المغرب، و200 اللي متواجدين في المغرب ان شاء الله. وهذا كله من اجل الفوز باحدى الجوائز، غتكون جائزه مليون، جوج، 10، 12، 15، والجائزه الاولى غتوصل حتى 100 مليون. فكنتمنى هذا حافز باش الشباب ديالنا وغير الشباب انهم يقراوا الروايات، هما كلهم ثلاثه ومجموعه ديال لي طابلو، غتوصلوا في نفس الوقت بالروايات في الاسابيع المقبله كاع اللي تسجل عن طريق الانترنت. وهكذا غنعطيهم واحد 3 موا باش يبدلوا الموديل ديال الحياه ديالهم، ويقراوا ويشاركوا معنا ويربحوا، وربما نفوزوا كاملين الى نشرنا الثقافه والثقافه ديالنا بشكل